سامح ايه رايح فين؟ طالع اوضتي. انت الحفناوي صعبان عليك ولا ايه؟ انا بصراحه بقى شايف اللي انت عملته ده ما كانش له لازمه. امال كنت عايز نعمل ايه؟ اسيبه لحد ما ياكلنا؟ وما نشتغلش ليه احنا الاثنين؟ السوق ساع الكل. ما اسمهوش سوق، اسمها غابه، والبقاء فيها للاقوى. عشان تكبر وتبقى رقم واحد يبقى لازم تكسب. تكسب باي ثمن وباي طريقه. انت ليه؟ انت عايزنا ناكل في بعض. انت ما سالتش نفسك الحفناوي ده وصل اللي هو فيه ده ازاي؟ حرق كام مصنع؟ قتل كام واحد؟ داس على كام منافس ليه؟ بس هو مش هيسكت، شكله نوع الشر. وانا كمان مش هسكت، والقلم هرده له 10. واتعلم بقى، لما تكون عايز حاجه لازم تمد ايدك وتاخدها، ما تستناش حد يديها لك، انت فاهم؟ حتى لو وصلت للقتل يا يحيى. انت عارف يا دي انت ناقصك ايه؟ انك تخشن شويه. ايه ده يا يحيى في ايه؟ بضربك. بس يا يحيى. اضربك ورد عليا. بس يا يحيى الله. اضربك ورد عليا. جدع يالا، انت كده ابتديت تفهم. عشان تبقى رقم واحد لازم تشيل قلبك من جواك. اوعى اوعى حد يصعب عليك، انت فاهم؟ انا اللي قويته، هو طلع تلميذ شاطر وذكي، ذاكر دروسه كويس وطبقها بالمني.